السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل محبين أجيال أندلس، سواء أجيال أندلس الأولانية وأجيال أندلس منوعات. النهاردة في أجيال أندلس منوعات عندنا خبر عن شركة اتصالات مصر. شركة اتصالات مصر بتفاجئ ملايين العملاء والمواطنين بقرار تاريخي منذ قليل. إيه اللي حصل بقى؟ في خبر عاجل ورد إلينا منذ قليل، حيث قالت شركة اتصالات مصر بأنها قد وافقت بشكل رسمي على إطلاق خدمة اللي هو خدمة الهاتف الثابت، وده بشكل تجريبي من خلال الفترة المقبلة، مؤكدة بأن الخدمة هتعمل بشكل رسمي إن شاء الله قريب، وده بكود 2612. الرئيس التنفيذي بتاع الشركة حازم تولي قال إحنا كل هدفنا تقديم خدمات متكاملة للمواطنين، سواء بقى مشترك أو اللي عاوز لسه يشترك لدى اتصالات عن طريق استخدام أو استخراج فاتورة موحدة زي وي. وأوضحها متولي في تصريحاته خلال لقاء بالصحفيين في دبي المصريين على هامش معرض جيتكس دبي 2017، بأن شركة اتصالات مصر هي المرتبة الثانية في السوق المصري من ناحية الإيرادات والمبيعات. ده حقيقة، شركة اتصالات مصر شركة كويسة جدا. وختم تصريحاته أن احنا بنساعد الحكومة المصرية في الشمول المالي والتحول الرقمي عن طريق بعض الخدمات اللي على الهاتف المحمول، ومتوقع فعلا هي حتى نزلت في اتصالات كاش زي فودافون كاش كده. متوقع أن يتم إطلاق خدمة الهاتف الثابت من خلال شركة اتصالات لفترة تجريبية، ويبدأ بعدها العمل بشكل رسمي لما نشوف النتيجة إيه. شركة اتصالات مصر بتمتلك عدد كبير جدا من العملاء في مصر، وده الأمر بيجعل الأمر سهل جدا وبيخدم قطاع كبير جدا مستخدمي شبكات الاتصالات في مصر. عشان كده هما بيناقشوا حكاية اللي هو ممكن ينزل التليفون الأرضي، فشركة اتصالات مصر وافقت بشكل رسمي اللي هو الهاتف الثابت. فما نشوف الدنيا هتبقى ماشيه ازاي، بحيث يبقى في تنافس. عاوزين تنافس كويس في السوق المصريه، عاوزين خدمه تكون كويسه في مصر، احنا مش عاوزين اكتر من كده. الخدمه تكون كويسه يا جماعه، تخدم الشعب كله، ما يبقاش يا ريت يخفوا بقى شويه الضرايب شويه عن الفودافون واتصالات وموبينيل والحاجات دي كلها والاورنج، يعني بحيث يعني بدل ما نشحن مثلا شحن 30 يقول لك لا هتاخد 45 60. احنا عايزين ده الصح، يعني يا ريت الشركات كلها تفهم مع بعض وتخف الضرايب شويه، عشان الموضوع ده زاد شويه عن حده. يعني ده كان خبر عاجل ورد الينا اللي هو شركه اتصالات مصر اللي هي فعلا وافقت بشكل رسمي بشكل اساسي اللي هو تعمل خدمه الهاتف الثابت، والكلام ده كان على لسان رئيس الشركه اللي هو حازم متولي. اي جديد ان شاء الله تلاقوه في قناه اجيال اندلس منوعات وقناه اجيال اندلس في اي وقت تحت امركم. اشترك في القناه حتى يصل لك كل جديد. قناه اجيال اندلس منوعات فيها كل ما تحتاجه، كل حاجه، وقناه اجيال اندلس الثانيه التعليميه فيها كل حاجه عن التعليم والثقافه والكلام ده كله. اشترك في القناه حتى يصل لك كل جديد. اشترك في القناه وفعل زر الاشعارات، وايضا لا تنسى دعمنا بلايك.